أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه منذ عام 2013 حتى الآن انتقلت الدولة المصرية من حال إلى حال، حيث ساد الاستقرار بعد فترة من الفوضى. وأضاف الرئيس السيسي أنه خلال تلك السنوات تم القضاء على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات. منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال. ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقه لقلوبنا. بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد. واستقرت مؤسسات الدولة، بعد أن كادت تعصف بها الرياح. خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر، وجسامة التضحيات. وبنينا أساساً تنموياً. بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء لم نترك قطاعا إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة لم نهب المسؤولية ولم نتجنبها متركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم